هنطلع من الورطه دي مهما عرفنا نطلع منها فين، احنا بنقول لا للحرب، لا للدمار، لا لتشتيت الاهل. السودان دي قفار، الناس دي كلها طلع وقال لنا حمدي مين ما جاء بقى يطلع في راسنا الامارات دي الى تسوى. نحن شعب ما بيستاهل اللي بيحصل له، لا للحرب، لا للحرب، لا للحرب، لا لقتل الابرياء، لا لقتل المدنيين. الشاعر اسماعيل حسن وصف السودان بنفسه وفي شعبه وقال انا السودان انا التاريخ ما خلجان. صحايف ساميه أسمى مكان سطر بين دماء كرري وشحى بين نضال شيكان. انا القران هادي بحروف ضاقين سمحت السيره بالمضمون مع الاحمان. انا القرديه بالتلفال، انا الدانبه، انا الصالون، انا الديوان، انا الموروثي درجه سيف رمحا بحروف طاعات. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعلى أهلنا وعلى أرضنا وعلى وطننا بالأمان والأمن والسلام. لا للحرب، نعم للسلام، لا للحرب، لا للغط، نعم للسلام، لا للحرب. شكرا جزيلا. Children of the diplomats, I taught at an international school. Children whose parents could afford those fees. I did not get to work into the schools of the children who...